جيت ماما. جميلة شو صاير لي؟ ما في شيء ما في شيء. انت بتعرف شو صار معها؟ احكي لي الله يوفقك. والله يا خانم انا كمان ما بعرف شو صاير، لقينا جميله خانم وعلي بيك عم يحكوا بالحديقه، وبعدين رحنا على المخفر، ومن هنيك جبت جميله خانم على البيت. بس شكلها مو منيحه. وانا هيك شايفتها. بدك تنامي لانك تعبانه؟ تعبانه شوي حبيبي. وبدي نام. تعي يلا ماما يلا. انتي تعبانة وانا رح غطيكي. يلا نامي نامي نامي. وهي غطيتك. يسلموا ايديك حبيبي. يلا نامي. يا الله شو بدي اعمل؟ يا الله دخيلك تساعدني. يا ربي دخيلك تساعدني. يا رب دخيلك تكون معي. ما راحت على الشغل كمان؟ مشان الشغل لا تاكلي هم، بضمن لك ما راح يصير عليها شيء. نيمت جوا. منيح، خلوا جميلة خانم ترتاح، وبس تفيق ممكن تقدري تحكي معها باللي صار. أنا صار لازم روح من بعد إذنك. أستغفر الله، مع السلامة. لو سمحت. تفضلي. علي، هو بالمخفر هلا؟ ايه لساته بالمخفر. عم فكر باللي حكيت لي اياه جميله وعلي وكل اللي صار، بس لسه في شيء ناقص بالموضوع. علي ليش بعت ورا جميله؟ بالاحرى جميلة كيف قبلت تروح لعند علي؟ أنا ما عم بستوعب. الاثنين كان وضعهم سيء حكمة بيك. بتحس علي بده ينتحر، وجميلة كمان ما كانت منيحة، بس شو ممكن يكون مؤثر فيه لهالدرجة؟ مو قليل اللي مروا فيه. إيه بس أكيد في قصص نحن لهلأ ما بنعرفها. أكيد مع الوقت بنعرف. معاملة تخريجك صارت جاهزة يا بيك.